الافكار باش تفعل اوراق في اسبانيا وكتشوف بزاف القوانين وما عارفش القانون اللي غتشد، اول حاجه دير شهاده السكنه تكون عندك هنا في اسبانيا وانتظر الفيديو ديالي، كل فيديو تكون فيه نصيحه اللي تقدر ديك النصيحه ان شاء الله توصلك لواحد البلاصه اللي تقدر دير الاوراق ديالك وتقدر دير بزاف الحوايج في حياتك في هذه الارض السعيده. تحياتي لكم وانتظروا فيديوز ديالي. السلام عليكم.